السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة العلوم للصف الخامس ابتدائي، وصلنا إلى الكهربائية الساكنة. كيف تشحن الأجسام بالكهربائية الساكنة؟ صفحة 142. الفكرة الرئيسية: التكهرب هي ظاهرة تحدث نتيجة فقدان أو اكتساب للشحنات الكهربائية على سطوح الأجسام، والشحنات الكهربائية على نوعين: موجبة وسالبة. كيف تشحن الأجسام بالكهربائية الساكنة؟ ألاحظ انجذاب قصاصات الورق الصغيرة إذا اقتربت منها مسطرة بلاستيكية بعد دلكها لعدة مرات بقطعة من الصوف. هنا تقدرون تجربونها، تجيبون مسطرة تدلكونها بقطعة من الصوف، هنا تدلكونها، يعني الاحتكاك راح يصير بين المسطرة وبين القطعة من الصوف بشكل قوي ومستمر. شنو راح يولد على سطح المسطرة؟ راح يولد شحنات كهربائية، راح يصير بها شنو؟ شحنات كهربائية. عند اقتراب المسطرة على قصاصات الورق الصغيرة راح تنجذب القصاصات الورق الصغيرة للمسطرة. تلاحظون انه انجذاب قصاصات الورق الصغيرة للمسطرة. شنو هذا يدل؟ يدل على انه للمادة خاصية التكهرب، ان المادة تتألف من جسيمات لها كتلة وحجم، وكذلك لها شحنة كهربائية وهي على نوعان. هنا السؤال: ما هي أنواع الشحنات الكهربائية؟ تكون على نوعان: الشحنات السالبة ويرمز لها بالإشارة السالب، والشحنات الموجبة ويرمز لها بالإشارة الموجب. والتكهرب يحدث نتيجة فقدان أو اكتساب الشحنات الكهربائية. هسه هنا نعرف الشحنات الكهربائية، وهي جسيمات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها، تتولد على سطوح الأجسام عند الاحتكاك بعضها ببعض، مما يؤدي إلى انتقال الشحنات الكهربائية بينها. الشحنات الكهربائية شلون تتولد؟ مثل ما ذكرنا، عند الاحتكاك. يعني مثلا عند المسطرة، عند الاحتكاك المسطرة بقطعة من الصوف، شو يولد؟ راح يولد شحنات كهربائية على سطح المسطرة. يعني هنا عندنا تتولد على سطوح الأجسام عند الاحتكاك بعضها ببعض، راح تتولد بها شحنات كهربائية، وهذه الشحنات الكهربائية تنتقل بينها، أي أن الشحنات الكهربائية تنتقل من جسم إلى آخر بالدلك. يعني الشحنة الكهربائية انتقلت عن طريق الاحتكاك إلى السطح اللي هو سطح الأجسام عند الاحتكاك مثل ما ذكرنا بالمسطرة، إذ أن المسطرة قبل دلكها بالصوف كانت متعادلة كهربائيا، وبعد دلكها بالصوف تظهر عليها شحنة سالبة. يعني المسطرة أول مرة قبل لا نقوم بدلكها بقطعة من الصوف تكون متعادلة كهربائيا، يعني الشحنات السالبة مساوية للشحنات الموجبة، لكن بعد دلكها بالصوف يعني بعد الاحتكاك شو راح تظهر عليها؟ راح تظهر عليها شحنة سالبة، شحنة سالبة، وهذا ما يسمى بالكهربائية الساكنة. الكهربائية الساكنة هي اكتساب شحنة سالبة اللي هي التكهرب. هنا عندنا تعريف، أما يجي التعريف الكهربائية الساكنة أو تعريف التكهرب، نفس التعريف. وهي ظاهرة تجمع الشحنات الكهربائية على سطوح الأجسام، ويحدث نتيجة فقدان أو اكتساب هذه الشحنات الكهربائية. فقدان أو اكتساب هذه الشحنات الكهربائية راح تصير هنا بين الأجسام شنو؟ تكهرب. صار واضح؟ هذا نعرف تعريف، نحفظ تعريف التكهرب، وهو ظاهرة تجمع الشحنات الكهربائية على سطوح الأجسام، ويحدث نتيجة فقدان أو اكتساب هذه الشحنات الكهربائية. تتأثر الشحنات الكهربائية فيما بينها كما في الأقطاب المغناطيسية، فالشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر، والشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب. يعني مثل المغناطيس، المغناطيس بأقطاب، قطب سالب وقطب موجب. القطب الموجب مع القطب السالب هنا مختلفات، فراح يصير بيناتهم تجاذب. أما المتشابهة مثل قطب موجب وقطب موجب، أو قطب سالب أو قطب سالب، راح يصير بيناتها تنافر. الشحنات الكهربائية كذلك، إذا كانت متشابهة تتنافر، وإذا كانت مختلفة تتجاذب. وعندما يكون عدد الشحنات الموجبة على الجسم مساويا لعدد الشحنات السالبة، في هذه الحالة نقول إن الجسم متعادل كهربائيا،
كيف يكون الجسم متعادل كهربائياً إذا كانت الشحنات الموجبة مساوية للشحنات السالبة؟ هنا عندنا فقرة أفكر وأجيب. ماذا يحدث عند تقريب جسمين مختلفين في الشحنة؟ مختلفين في الشحنة يعني شنو؟ يعني سالب وموجب. شنو راح يصير بيناتهم؟ راح يتجاذبان. كيف أعرف أن جسم مشحون بالكهربائية الساكنة عند الدلك؟ عند دلك الأجسام بعضها مع بعض راح يكون الجسم مشحون بالكهربائية الساكنة أي يكتسب شحنة سالبة. التفريغ الكهربائي. ما التفريغ الكهربائي؟ هنا عندنا التفريغ الكهربائي بالعكس، يعني هو مو اكتساب، لا هو يفرغ هذه الشحنات الكهربائية. أشعر أحياناً بصعقة كهربائية خفيفة عندما أمشي على سجادة من الصوف ثم ألمس مقبض الباب المعدني. إن سبب ذلك هو تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة لحظة ملامسة يدي مقبض الباب المعدني. يعني مثل هذا الولد جاي يمشي هنا، شنو؟ جاي يمشي على سجادة من الصوف. أثناء المشي راح يصير احتكاك بينه وبين السجادة، صار هنا احتكاك. هذا الاحتكاك شنو هنا تولد الشحنات كهربائية، يعني صار هنا شنو جسمه مشحون بشحنات كهربائية. هنا من راح يلزم هنا يده، هاي مثل هنا يدة الباب، راح شو يصير هنا؟ راح يحس بصعقة كهربائية خفيفة، راح يحس بصعقة كهربائية خفيفة. شنو هاي الصعقة الكهربائية؟ هو تفريغ الشحنة الكهربائية اللي اكتسبها عن طريق الاحتكاك مع السجادة. هنا راح يقوم بتفريغ هذه الشحنة، بتفريغ هذه الشحنة عن طريق لمس مقبض الباب المعدني، راح يصير تفريغ لهذه الشحنة اللي اكتسبها. كما يحصل الشيء نفسه عند نزولي من السيارة وملامسة يدي فورا أي جزء معدني من السيارة أو ملامسة شخص آخر، نشعر بصعقة كهربائية خفيفة، تكون خفيفة يعني هيك نحس بيها إنه هي بشون مثل البزة خفيفة، وذلك لأن الشحنات الكهربائية الساكنة تنتقل سريعا. يعني الجسم إذا شحن بشحنة كهربائية ساكنة هذه الشحنات بسرعة تنتقل مجرد ما لامس أي يعني شيء معدني، وبهذا الانتقال يصبح جسمي متعادلا كهربائيا. يعني هنا أثناء التفريغ فراح يرجع الجسم متعادل كهربائيا بعد ما اكتسب الشحنة الكهربائية، وهذا يسمى التفريغ الكهربائي. التفريغ الكهربائي تعريف، وهو فقدان الجسم المشحون لشحنته الكهربائية. إذن التفريغ الكهربائي هو فقدان الجسم المشحون لشحنته الكهربائية، يعني بعد ما اكتسب الشحنة الكهربائية عن طريق الاحتكاك مع السجادة راح يقوم بتفريغ هذه الشحنات الكهربائية عند ملامسة أي مقبض معدني مثل باب مثل مقبض باب المعدني، راح يصير تفريغ لهذه الشحنات ويرجع الجسم متعادل كهربائيا. إذن هنا نعيد تعريف التفريغ الكهربائي، هو فقدان الجسم المشحون لشحنته الكهربائية. هنا يوجد في الطبيعة نوعان من الشحنات الكهربائية، الشحنات الكهربائية الموجبة ويرمز لها بالرمز الموجب اللي هي مثل علامة الزائد، والشحنة الكهربائية السالبة اللي يرمز لها بالإشارة اللي هي السالب مثل علامة الناقص أو الطرح. هل يتساوى عدد الشحنات الموجبة والشحنات السالبة على الأجسام المتعادلة كهربائياً؟ نعم، الأجسام المتعادلة كهربائياً هي الأجسام التي تكون فيها الشحنة الموجبة مساوية للشحنة السالبة. لماذا أسمع فرقعة وأرى وميضاً عند خلع الملابس الصوفية في غرفة معتمة؟ هنا عند راح يصير احتكاك الملابس مع الجسم، الملابس الصوفية مع الجسم، فراح يصير هنا تكهرب، راح تكون هنا يكتسب شحنة اللي هي الكهربائية الساكنة، فراح يصير هنا وميض، يعني وميض خفيف نتيجة الاحتكاك. كيف يحدث البرق والصاعقة؟ في أيام الشتاء الممطرة التي تنشط فيها حركة الرياح والتي تعمل على حركة السحب، فإذا حدث إن اقتربت سحابتان بعضها من بعض وكان طرف أحدهما مشحون بشحنة سالبة والطرف السحابة الثانية مشحون بشحنة موجبة، فإن الشحنات الكهربائية السالبة
تنتقل من السحابة الأولى إلى السحابة الثانية عبر الهواء الموجود بينهما، مولدة حرارة هائلة يصحبها ضوء شديد يسمى البرق، ويتبعه صوت قوي يسمى بشكل مفاجئ يسمى الرعد. راح نوضح هذا الشرح من خلال هذه الصورة. عندنا هنا في الشتاء وحركة الرياح تكون نشطة، الرياح تكون قوية، راح تقترب هذه السحب بعضها عن بعض. نتيجة حركة الرياح القوية راح تقترب السحب بعضها عن بعض. هذه هنا إذا اقتربت سحابتان، السحابة الأولى مشحونة بشحنة موجبة والسحابة الثانية مشحونة بشحنة سالبة، هنا شنو راح يصير؟ هذه الشحنات السالبة راح تنتقل إلى السحابة الثانية، إلى طرف السحابة الثانية، فراح هنا تنتقل هذه الشحنات، تنتقل عبر الهواء الموجود بيناتهم، مولدة حرارة هائلة. هذه الحرارة تكون مصحوبة بضوء قوي يسمى البرق. هذا هنا عندنا فراغ مولدة حرارة هائلة يصحبها ضوء شديد يسمى البرق، ويتبعه صوت قوي بشكل مفاجئ يسمى الرعد. يعني راح تكون هذه الانتقال الشحنات راح تولد حرارة هائلة، وهنا راح يكون يصحبها ضوء شديد يسمى البرق، وكذلك صوت قوي بشكل مفاجئ يسمى الرعد نتيجة اقتراب هذه السحابتان. الطرف الأول يكون موجب مشحونة بشحنة موجبة والطرف الآخر مشحون بشحنة سالبة، فراح تنتقل هذه الشحنات عبر الهواء. أما إذا كانت السحابة مشحونة بشحنة سالبة قريبة من سطح الأرض، أما إذا كانت السحابة المشحونة بشحنة سالبة تقترب من سطح الأرض، فإنه يتوقع أن تحدث صاعقة. شنو الصاعقة؟ هو تفريق كهربائي للشحنات السالبة من السحابة إلى سطح الأرض، ويكون مصحوباً بشرارة قوية جداً. هذا تعريف الصاعقة. الصاعقة وهو تفريق كهربائي للشحنات السالبة من السحابة إلى سطح الأرض ويكون مصحوباً بشرارة قوية جداً. يعني هذه الصاعقة هي نتيجة اقتراب السحابة من سطح الأرض. هذه السحابة تكون مشحونة بشحنة سالبة، فراح يصير تفريغ لهذه الشحنات. هذه السحابة راح تفرغ هذه الشحنات وين؟ هنا على سطح الأرض، فتكون هنا راح تحدث الصاعقة وهي شرارة قوية جدا وتشكل خطرا على حياة الإنسان. لذلك توضع ساق معدنية في أعلى البناية لتفريغ الشحنات الكهربائية من السحابة المشحونة وتسمى بمانعة الصواعق. الصاعقة تشكل خطر على حياة الإنسان. زين، هنا شي يخلون فيه على البنايات، في البنايات العالية راح يخلون ساق معدنية. هذه الساق المعدنية السحابة من تقترب من هذه البناية راح يصير تفريغ الشحنات وين؟ بهذه الساق المعدنية راح يصير هذه تفريغ هذه الشحنات. هذا يسمى بمانعة الصواعق. هنا عندنا إذا أجى تعريف مانعة الصواعق، وهي وضع ساق معدنية في أعلى البناية لتفريغ الشحنات الكهربائية من السحابة المشحونة. صار واضح؟ هذه هنا كيف يحدث البرق والرعد والصاعقة. ماذا يحدث عند مرور سحابة مشحونة منخفضة الارتفاع فوق غابات عالية الأشجار؟ راح يصير هناك صاعقة. يعني تفريغ الشحنات من السحابة إلى الأشجار العالية. لماذا نستخدم مانعة الصواعق في البنايات والأبراج العالية؟ وذلك للحماية من الصواعق. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.